كم مقدار إطعام 60 مسكين؟ يمكن تعريف الكفارة في الإسلام على أنها ما أوجب الشرع فعله بسبب حنث في يمين أو ظهار أو إيلاء أو حلق من أذى أو غيره أو تمحيص وتطهير من ذنب كالقتل، وقيل هي عتق أو صيام أو إطعام يلزم من فعل ما يستوجبها أو أتى ما يستوجبه. عملية الإطعام المقصود بها في إطعام 60 مسكين هي تقديم الطعام أو إعطائه لـ60 شخصا مسكينا مجتمعين أو متفرقين، ولم يتم تحديد المقدار من الطعام الذي يجب توزيعه في الدين، ولكن يجب توزيع وجبة غذائية كاملة، فقد حدد بعض الفقهاء مقدارها بصاع أو صاع ونصف، والشرط في الكفارة هو إطعام 60 مسكينا، ويجب اكتمال هذا العدد بالكامل غير منقوص، فلا يجوز إطعام واحد من المساكين لمدة 60 مرة، بل تقديم الطعام لـ60 فردا ولمرة واحدة فقط.